انا مش قادره اوصف لك احساسي. والاولاد بيقدموا الاوراق والمستندات للقاضي، والقاضي بيساله وهو ساكت ما بيردش. كنت حاسه ان هو عاوز يبكي بس حابس دموعه. خالي طول عمره كده بيعرف يداري، ممكن يبقى جواه بيتقطع لكن ما تشوفيش على وشه غير الابتسامه. ايوه بس انا خايفه عليه قوي يا صبري، انا مش قادره اتصور ان هو ممكن يستحمل كل ده. لا 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 ما تخافيش على خالي، ده خالي وانا عارفه كويس. ايوه بس الالم لما بيجي من الضنا بيبقى صعب قوي. هقولك على ايه بس يا مدام، انا اللي شفته في المحاكم علمني كتير قوي، لو حكيت لك محتاج سنين طويله عشان اكمل. هقولك على الراجل مثلا اللي ابنه قاعد يهزق فيه لحد الراجل ما طب وقع من طوله، ولا على الزوج المثالي اللي متجوز ست محترمه وعنده اولاد وراح اتجوز بنت صغيره ورمى اولاده في الشارع مش راضي حتى يديهم النفقه. اعوذ بالله، ايه الكلام ده؟ امال فين القانون؟ القانون محتاج اوراق يا مدام، مستندات. مستندات؟ طب وازاي القاضي يبقى حاسس بالظلم ويسكت؟ اهو ده بقى اللي بنقول عليه روح القانون. اوقات القاضي بيحكم ضد الورق عشان يريح ضميره. عارف يا صبري، لو كل واحد في الدنيا رضى ضميره الدنيا دي كانت هتبقى غير الدنيا خالص. يا ريت. المهم خلينا في موضوعنا. على فكره القضيه كلها ماشيه لصالحنا، احنا لو طالبنا التعويض ممكن كمان نكسبه. تعويض يا صبري؟ انا لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان ابني رفع عليا قضيه حجر، اقوم هقف قدامه في المحاكم؟ ربنا يرضى عليك. المهم هنتصرف ازاي مع خالي؟ خالك عايز يغمض عينه ويفتحها يلاقي الكابوس ده انتهى. دي محاكم حبالها طويله، المسائل اللي زي دي بتاخد وقت. انا ممكن اقعد مع الولاد واحل الموضوع ده كله بشكل ودي. ودي؟ ودي ازاي يعني؟ يعني هقعد مع الولاد اشوف طلباتهم الماديه ايه، نحاول نحلها بشكل ودي بدل ما احنا كل يوم والتاني في المحاكم. انا بالنسبه لي ما عنديش اي مانع، بس انت عارف خالك ما بيحبش حد ياخد منه اي حاجه غصب عنه، مع انه اطيب انسان في الدنيا. تعرفي لو واحد قال له كلمتين طيبين ياخد عينيه. ما هي دي المشكله، بس ولاده ما قدروش يفهموه. تعالى نقعد معاه عشان رجع. وحشتني يا خال. كنتوا فين وسايباني لوحدي؟ كنا بنتكلم كلمتين. اسرار ولا ايه؟ انا ماليش اسرار غير معاك انت يا عبد اللطيف. كده اهو اطلع انا منها بقى. على فين؟ مش قبل ما تقول لي هنعمل ايه؟ انا مش طايق مشوار المحكمه رايح جاي، مش طايق اشوف ولادي، انا حاسس ان عمري كله راح هدر. اهدى شويه يا عبد اللطيف، مش كده. بقول لك ايه يا خال، انا اتفقت مع مدام كريمه على حاجه وهي وافقت، لو انت كمان وافقت انا ممكن اخلص الموضوع ده كله في خلال يومين. اوعى تقول لي نحلها بشكل ودي. وليه لا؟ بعد كل اللي عملوه فيا لا، ده خلوا يسمع على كل لسان. لا. طب لو قلت لك عشان خاطري؟ وخاطر انا؟ محدش فكر فيه. خلاص خلاص يا صبري، سيبه على راحته. ما تزعليش مني يا كريمه، اعمل اللي انت عايزاه، بس انا لا لا سامحوني يا جماعه. خلاص هدي نفسك يا خال. الله، انا هو انت هو، اما خدت لك حقك تالت ومتلت من ولاد الكلب دول. الكلب؟ انت عارف الكلب ده يبقى مين؟ يبقى خالك يا كلب. اجهاض، انت مجنونه؟ انت عامل في 4 شهور، يعني ممكن يحصل لك حاجه. ارحم من اللي انا فيه. ارحم ايه؟ وجوزك هتقولي له ايه؟ مش هقول له يا زيزي. وهو مش هياخد باله لما بطنك تختفي هتقولي له ايه؟ هقول له اي حاجه، وقعت في الشارع اتكعبلت اي حاجه بقى يا زيزي، قولي لي هتساعديني ولا لا؟ يا حبيبتي انا ما اتاخرش عنك، بس انا خايفه عليكي. ما تخافيش، انت عندك دكتور؟ عندي. طب هياخد كام؟ يعني مش اقل من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ هجيبها منين دي؟ انت عارفه والله يا جيجي انا لو معايا مش هتاخر عنك. لقيتها. ايه؟ فريد متعود دايما يسيب فلوسه بدولابه، انا هاخد منهم. اتصلي بالدكتور شوفي موجود ولا لا. اوكي. الو، عايز دكتور ماجد؟ هاي كماليا، ازيك؟ انا مدام زيزي اللي كنت عندكم الاسبوع اللي فات. تمام الحمد لله. الدكتور جاي امتى؟ لا مش ليا، الواحده صاحبتي. ايه يا بنتي انا كنت عندكم الاسبوع اللي فات، هلحق؟ اه طيب خلاص اوكي، احجزي لي. خلاص اوكي، يلا باي باي. قومي البسي بسرعه.
جميلك ده مش هنساهولك طول عمري يا زيزي. مدام زيزي، اهلا اهلا. ايه النور ده؟ ازيك يا استاذ فريد؟ الحمد لله. ازيك وازي الاستاذ احمد؟ لا قصدي حضرتك حمدي. الاستاذ احمد ده من 6 شهور انفصل. ويا ترى ازاي الاستاذ حمدي؟ اتطلقنا من اسبوع. معلش. على العموم ان شاء الله يبقى سلميلي على الاستاذ رأفت. امال صاحبتك فين؟ سايباكي لوحدك ليه؟ ابدا بتغير هدومها جوه، اصلا نازلين. نازلين ليه؟ خير؟ خالص، لقيتها متضايقه شويه فقلت اخدها امشيها اتغير جو ونرجع على طول. انا جاهزه يا سيدي. فريد؟ طيب على الاقل كنت اتاخري شويه بدل ما ارجع اعمل الجيش اقلق عليكي. لا ما احنا ما كناش هنتاخر اصلا يا فريد. ويا ترى رايحين على فين؟ مفيش حته معينه، يعني احنا نازلين ناخد لفه كده بعربيه زيزي وهنرجع بس. على راحتك حبيبي، لو مش عايز ننزل بلاش. لا 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 خالص، بالعكس واضح ان انتي زهقانه و بدليل انك اتصلتي بمدام زيزي. بس يا ريت تخلي بالك يعني ان الدكتور قايل مفيش داعي للمجهود علشان انتي حامل. لا يا حبيبي، يعني هي ساعه بالكتير وحاجه، مش هتأخر، مش كده يا زيزي؟ اه يا حبيبتي ان شاء الله طبعا. ايه واقفين ليه؟ اتفضل اتفضل. انسان طيب جدا بحبه قوي لانه مخلص فعلا. عندك حق، نادرا لما تلاقي رجاله مخلصين في الزمن ده. انا تحت امر حضرتك. في الحقيقه انا جيت لك لان عندي بضاعه عايز انقلها من الصعيد للقاهره، والبضاعه دي غاليه جدا، ولما سالت قالوا لي على شركتك ان هي شركه متخصصه في هذا الموضوع، وقالوا لي كمان ان انا اقدر انقل بضاعتي وانا مطمن جدا. فاهم، احنا عندنا عربيات حديثه وصف امن على اخر مستوى. ايه بقى البضاعه اللي انتوا عايزين تنقلوها؟ حضرتك عارف ان في هواة لجمع اللوح الفرعونيه الكبيره، المشغولات الذهبيه، تماثيل، وفي حاجات بيبقى فيها الماس. فعلا في ناس مجانين بالحكايه دي. ايوه. وبعدين بيتخيلوا ان الحاجات التقليد انها اصليه يدفعوا فيها فلوس كتير قوي. بالظبط كده. احنا بقى بنعمل الحاجات ديت وبننقلها من الصعيد للقاهره. من ناحيه دي اطمن خالص، وعشان نكسبكم هعمل لك ديل مخصوص. انا مستعد ادفع اي سعر انت هتقول عليه. انا اهم حاجه عندي ان البضاعه دي توصل سليمه ومحدش يعرف عنها حاجه خالص. ايه تحت امرك، بس الجزء الاخير من الجمله دي مش مطمنه. لا هو في الحقيقه يعني انا كل اللي طالبه ان البضاعه هتتنقل وان البضاعه دي لا حد يشوفها ولا يعرف عنها حاجه ببساطه. ببساطه ازاي يعني؟ يعني تقولها لي بصراحه كده. انا صريح جدا وواضح جدا. يعني البضاعه دي قانونيه؟ قانونيه جدا يا ابراهيم بيه. طبعا انت عارف حضرتك يعني ان الشركه بتاعتي لها سمعه كبيره في السوق، وانا كمان اسمي محترم قوي وما عنديش استعداد ان الحاله دي تتخدش. شوف يا ابراهيم بيه، انا حريص اكتر منك على نحبك، وصدقني
كل حاجه في السليم. على خير في الله، كده يبقى اتفقنا. خلاص انا اول الاسبوع الجاي عندي نقل بضاعه من الصعيد للقاهره، وهيكون في شويه ترتيبات كده هنعملها وهتصل بحضرتك.